بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. القنبلة الخضراء هي قنبلة أطلقها النبات من 3000 مليون سنة، قوتها 10 مليون 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 جرام كالوري، أو ما يساوي 100 مليون قنبلة ذرية. حكاية عجيبة، يعني ازاي بقى النبات تفجر قنبلة ذرية يعني ومن 3000 مليون سنة؟ هي الحكاية لها بداية زي ما بنقول. من 3000 مليون سنة واجهت النبات نفس المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي، وهي مشكلة أزمة الطاقة وأزمة الغذاء. هو احنا مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان البيوت والمصانع والمواصلات عاوزة كهرباء، الكهرباء عاوزة توربينات، عشان تدور التوربينات نعوز بخار، عشان يطلع البخار لازم نغلي مية، هنعوز وقود، هنعوز فحم، سولر، بترول. الفحم ابتدى يشح، البترول ابتدى يشح وله أجل، الطاقة الذرية مكلفة جدا، وهكذا بدأت المشكلة. نفس الحكاية حصلت للنبات من 3000 مليون سنة. النباتات الأولية كانت طريقتها في الحصول على الطاقة إنها تخمر المواد اللي في البركة اللي هي عايشة فيها، نوع من التخمير البدائي، تتحلل به المواد دي إلى كحول، وتنطلق طاقة تافهة بسيطة يعتمد عليها النبات الأولي في حياته. وبعدين إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن نتيجة التكاثر الهائل في البركة ابتدى الغذاء ينفد، فما بقاش فيه شيء ممكن تخمره النباتات وتطلع منه الطاقة. ابتدت المشكلة تظهر بموت النباتات الأولية في أعداد هائلة، ثم تهدد الجنس النباتي كله الفناء. وبعدين ذات صباح وبهداية إلهية استطاعت خلية نباتية مخترعة إنها تصنع مادة الكلوروفيل، وبهذه المادة تغير وجه التاريخ. إيه هي مادة الكلوروفيل؟ اللي هي الحبيبات الخضرة دي اللي في النبات، وتركيبها غريب. المادة دي متركبة بطريقة إن الذرات والجزيئات سحابة الإلكترونات اللي حواليها مفككة، يعني هي متوصلة بطريقة تجعل مجموع الإلكترونات اللي بتلف حواليها تؤلف سحابة مفككة، لدرجة إن أقل شعاع شمس يخبط الإلكترونات تجري على طول في سيال من الكهرباء، أكن عصا بلياردو راح تخبط كرات البلياردو تك 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 تمشي ورا بعض. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل تغير وجه التاريخ تماما. ليه؟ لأن جه الصباح التالي ليس كأي صباح، لأن الشمس أشرقت وولدت كهرباء في جميع نباتات البركة. كل شعاع يخبط السحابة الإلكترونية دي يعمل تك 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 تك، يعمل تيار كهربائي. النبات خد الكهرباء دي، حلل بيها المية الأكسجين والأدروجين، الأكسجين طلعه في الجو، وخد الإدروجين مع ثاني أكسيد الكربون ركب به المواد الكربوهيدراتية اللي هي النشويات والسكريات، مستعينا بالطاقة الكهربائية الموجودة، وبذلك عبر النبات المشكلة. بالحساب اتضح ان كمية الطاقة اللي بيخزنها النبات الموجود حاليا على سطح الارض في سنة من الشمس بهذه الطريقة
تساوي 10 مليون جرام كالوري أو ما قيمته 100 قنبلة ذرية. يبقى إذن دي مسألة خطيرة. يبقى إذن إحنا ما كناش بنهزي ولا بنخرف ولا بنسرح لما بنقول النبات في يوم من الأيام فجر قنبلة من 3000 مليون سنة. ترتب على هذه القفزة النباتية قفزة حيوانية أخرى. جت الخلية الحيوانية راحت خطفة الأكسجين اللي طلع في الجو. احنا قلنا ان بيطلع نتيجة التمثيل الكلوروفيل لأكسجين. الخلية الحيوانية خطفت الأكسجين وحرقت بيه السكر فيما يسمى بالتنفس الرئوي والخيشومي. بناخد احنا أكسجين دلوقتي نحرق بيه السكر، ونتيجة حرق السكر تولدت طاقة أضعاف أضعاف القنبلة الخضراء. وهي دي الطاقة اللي ابتدأ الحيوان يستفيد بيها في نشاطه الحاد. نشاط الحيوان حاد جدا أكتر من نشاط النبات، وحركته حركة عنيفة. شوفوا الحوت اللي بيسبق اللانش، ولا سمك القرش اللي بيسبق الغواصة، ولا الطيور بجناحتها. الطائر الطنان ده بيضرب بجناحته 4500 ضربة في الدقيقة، والحشرات بجناحتها تضرب أضعاف السرعة دي. كل السرعة دي عاوزة طاقة. الطاقة منين؟ من الحكاية دي. يتحرق الأكسجين، ياخد الأكسجين الخلية الحيوانية بتاخد الأكسجين بالتنفس سواء كان رئوي أو خيشومي، وتحرق به السكر فتطلع هذه الطاقة الهائلة أضعاف أضعاف القنبلة الخضراء. وبعدين ظهر الإنسان على قمة المملكة الحيوانية وخطى خطوة أبعد. ابتدى يعمل له فرن خاص، وابتدى يولع النار لحسابه، فيحرق الخشب، يحرق الفحم، يحرق البترول، اكتشف البخار، كهرباء، الذرة، إلى أن وصل لهذا الموكب المدني والحضاري اللي احنا شايفينه دلوقتي. ما كانش ممكن ده يحصل اطلاقا بدون حلقة الكلوروفيل. كان مستحيل تحدث باقي الحلقات. ما كانش ممكن الحيوانات تتنفس بالطريقة اللي قلنا عليها دي، اللي هي رئوي او خيشومي، وتحرق السكر بالاكسجين وتولد طاقة حياة. ما كانش ممكن. نمرة 2، ما كانش ممكن تتواجد الأشجار الضخمة، لأن النبات لما خد الطاقة وعمل وخزن نشويات وسكريات وعمل جسم وبنى جسمه، فالخشب اللي بنشوفه وبالتالي الفحم المدفون في الأرض نتيجة برضه اللي حصل من 3000 سنة من تفجير القنبلة الخضراء اللي حكينا عليه. إذا لو شلنا الحلقة دي يروح واقع التاريخ البيولوجي كله، ما يبقاش فيه الحيوان اللي احنا شايفينه بنشاطه. ما يقدرش الانسان يعمل حاجه. هو بيعمل بايه؟ ما هو الانسان لما ابتدى يولع بقى على طريقته ولع ايه؟ ما ولع خشب. خشب منين؟ من نبات. النبات ما قدرش يبني الاجسام الخشبيه الهائله دي من غير الطاقه اللي قلنا عليها خدها من الشمس. وبعدين الفحم الدفن بقى الخشب الدفن بقى فحم. فاذا ما كانش الانسان هيلاقي لا خشب ولا فحم ولا بترول، لان برضو بمواد مدفونه تحولت الى بترول. ثم هو ما كانش كان هيجي منين؟ اصل الانسان عشان يعيش يعوز اكسجين. اللي بدل الطقس واللي بدل الجو وتركيبه هو القنبله الخضراء اللي حصلت دي، لان هي اطلقت اكسجين في الجو بكميات هائله. الجو الارضي الاول ما كانش فيه اكسجين، كان فيه كلها غازات سامه، ثاني اكسيد كربون وميثين ومواد ما تنفعش، كلها ما تنفعش الانسان لو عاش فيها يتخنق، حاجه كده زي البوتاجاز. جه النبات قلب ده كله وطلع كميات هائله من الاكسجين وبدل تركيب الجو بالشكل الحالي اللي هو بنشوف ان هو 20% اكسجين والباقي نيتروجين وغازات خامله اخرى. هذا التكوين الغازي الجديد هو اللي احنا بنعتمد عليه. من غير هذا التكوين ما كناش هنقدر نعيش منين. أكن دلوقتي الحلقة دي لو وقعت تقع كل التاريخ البيولوجي كله. كلنا مدين لأمنا الشجرة، أمنا الشجرة التي اخترعت ذات صباح
القنبلة الخضراء وبدلت الجو. انظر إلى الشجرة باحترام واحمد ربك الكريم الذي ألهمك وألهم النملة والنحلة والشجرة. ربنا بيلهم الكل في حالة اتصال كامل بالكل. في القرآن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ربنا بيوحي للنحل وبيكلم النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبيكلم السماء: وأوحى في كل سماء أمرها. وبيكلم الأرض: فقال لها وللأرض للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أكن ربنا سبحانه وتعالى في حالة اتصال بالكل، مش بس بالأنبياء. ربنا بيوحي للأنبياء، لكن أيضا أم موسى ربنا كلمها برضو أوحلها يعني. وكذلك بيوحي إلى النمل، إلى النار، إلى السماوات، إلى الأرض، في حالة اتصال بجميع المخلوقات. المسألة إذن في كيفيات الاتصال بتختلف حسب المراتب. ممكن ربنا يلقي في روعي شيء، أو في روعك شيء، أو ينطق لسانك بشيء. لكن بالنسبة للنبي ممكن تبقى الرتبة، بحكم الرتبة العالية للنبي ممكن يبقى اتصال عن طريق ملك جبريل أو يكلم موسى من حجاب النار. يعني المسألة ربنا في حالة اتصال بالكل، ولكن كيفيات الاتصال تتفاوت حسب المراتب. ما فيش حد محروم أبدا من القرب الإلهي. ربنا قريب منا، أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب لنا من دمنا. لكن المبتعد هو إحنا مش هو. عشان كده يا ربنا يقول في القرآن: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس. ربنا بيقول يعني مستعجبين قوي إن أنا أوحي إلى راجل منكم وأقول له أن ينذر الناس. طب ده أنا بتصل بالكل، أنا في حالة اتصال بجميع المخلوقات بكل مراتبه. الناس ساعات تستعجب، يقول يعني أنتوا بتقول اللهم صل على النبي، هو ربنا بيصلي على النبي؟ آه، ده ربنا بيصلي على الكل، على كل المؤمنين. ده بيقول في القرآن: هو الذي يصلي عليكم، على كل المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. معناه أن ربنا بيصلي على الكل، على كل المؤمنين. يصلي يعني ينزل الرحمات ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فأكن رحمة الله لا تتخلف، ورحمته ما فيش حد محروم من رحمته أبدا ولا من قربه. ربنا زي ما قلنا متصل بالكل، حتى بالحجر والمضر والنبات والنملة والنحلة والنبي وأم النبي وأبناء النبي، وإحنا جميع السلالة البشرية، وكل مؤمن وكل كافر. بيوحي للكل، كل واحد حسب مرتبه. ثم ربنا يصلي على جميع المؤمنين هو وملائكته ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هنشوف في الفيلم كيف حدث بالإلهام الإلهي أن استطاعت خلية نباتية أن تخترع ذات صباح القنبلة الخضراء. دي أوراق الشجر، معجزة الحياة النباتية ومخزن الطاقة والنشويات والسكريات. الورقة نعمل فيها مقطع بالميكروسكوب، نلاقي فيها هذه الخلايا المعجزة. وبعدين هنكبر الخلايا، هنشوف فيها حبيبات الكلوروفيل اللي صنعت هذا الأمر الخارق. شايفين اللي بيلف، الحبيبات اللي عمالة تلف تلقائيا كده حوالين الجدران الخلية. شوف الخلية كبيرة ازاي وبتلف حواليها باستمرار، طابور من حبيبات الكلوروفيل صانعة المعجزة. في حالة دوران مستمر لغاية بالليل وتنام، هنعمل تجربة نثبت فيها فعلا ان اوراق الشجر بيطلع اكسجين. دي صبغة اسمها انديجو كارمين زرقاء، اذا حطينا عليها مادة مختزلة تبقى صفرة.
دلوقتي بقى لو أضفنا أي أثر من آثار الأكسجين على هذه الصبغة الصفراء تزرق تاني. إذن ممكن نستخدم هذه الصبغة في كشف أي أثر من الأكسجين. شوف شوفوا، حطينا شوية أكسجين خفيف، شوف الصبغة ازرق التاني. شوف أنبوبة أكسجين نفتح، شوف هيجرى إيه في الصبغة، بقت كحل. إذن ممكن نستعمل هذه الصبغة في اكتشاف أي أثر من الأكسجين يطلع من النبات. هنحط النبات في مخبار مليان بهذه الصبغة الانديجو كارمين ونستنى. شوفوا بقى، شوفوا الورق طالع منه ايه، شوفوا التلوين، شوف بيرجع بيعكر حوالين الورق، بس دليل انه بيطلع من الورق بالذات اكسجين. الصبغة حوالين الورق بتعكر ازرق، دليل على خروج اكسجين من الاوراق. بنلاحظ ان الاكسجين طالع منين؟ من الاوراق بس، الوردة مش طالع منها. شوف الوردة فوق مفيش، العكارة خاصة بالورق بس، الجذر مش طالع منه حاجة. يبقى إذن الأوراق هي صنعت المعجزة، هي لوحدها اللي عملت هذه المعجزة. أوراق من نوع تاني في نبات اسمه الإيلوديا. شوفوا العكارة حوالين الأوراق، أي نوع من الورق بيطلع أكسجين. بعد تلت ساعة هنلاحظ ان كل المخبار بقى ازرق كحل، نتيجة خروج كميات كبيرة من الاكسجين من الاوراق. شوف شوية، خمس دقايق، عشر دقايق، تلت ساعة بقى كحل. هنلاحظ ان العملية دي بتتوقف على ثاني اكسيد الكربون. اذا كان في ثاني اكسيد كربون كتير زي المخبار اللي على اليمين، العملية تتم بسرعة ويطلع اكسجين. اللي في الوسط ثاني اكسيد كربون نص نص، اللي على الشمال مفيش، فما حصلش العملية. يبقى اذا اثبتنا كل شيء. هي دي عملية التمثيل الكلوروفيلي، دي الورقة البسيطة اللي بتطلع الاكسجين. ثم هذه الورقة الخضراء هنشوف ازاي بتتحور، بتعمل زي الورد. وهذه الورقة تتألف من نصل وعنق. أحيانا بتبقى ورقة بسيطة زي اللي احنا شايفينها، وأحيانا تبقى ورقة مركبة لها أكثر من نصل لكن هي ورقة واحدة. دي ورقة مركبة بدل نصل واحد بقى لها أكثر من نصل. الورقة مع الرقة والعروق دي بتودي المواد الغذائية للخلايا، والتعريق بيختلف، في تعريق شجري زي اللي احنا شايفينه ده، تعريق شجري متفرع، وفي تعريق متوازي. وفي تعريق شبكي، وفي حرف الورقة كمان مختلف، ده حرف ناعم أملس، وده حرف مشرشر منشاري، وده مفصص. المسائل دي بنقدر نعرف منها على طول نوع النبات، اللي زي حكاية بصمة الإنسان نعرف منها شخصيته، ديا بنعرف منها نوع النبات. الورق بينمو على التبادل، وأحيانا ينمو حلزوني حول الساق، وأحيانا ينمو متقابل كل ورقة قدام التانية. والورق بيوزع نفسه في الشجرة بحيث إن مفيش ورقة تستأثر بالشمس، كل ورقة تاخد لها حتة شمس وتسيب الشمس تنزل على ورقة تانية، فما يصحش ان الورق يضلل على نفسه، لا لازم يوزع نفسه. اول ورقتين بيطلعوا بعد الانبات هما بيسموهم الفلقتين، وبتنقسم النباتات بالمعنى ده الى ذوات فلقتين وذوات فلقة واحدة. بعد كده بينمو الورق العادي،
ده اللي شايفينه نبات ذو فلقتين، وكل النباتات الزهرية ذات فلقتين. ده ذات نبات فلقة واحدة، دي أنواع الحشائش كلها، أنواع الحشائش كلها ذوات فلقة واحدة. الأوراق لأنها معتمدة على الشمس فهي بتتحرك مع الشمس. والأوراق كل الأشكال اللي ممكن تتصورها تلاقيها فيها، جميع التحورات اللي ممكن تتصورها حصلت في الورقة دي شكلا وتركيبا. شوف الورقة دي لها ما يزيد عشان نزول مية المطر. شوف المزراب المدبب ده معمول مخصوص عشان المية تنزل منه ما تتراكمش على الورقة. دي أنواع من الورق اللحمية تخزن المية. شوف لحمية ازاي، بعكس في القطب الشمالي تلاقي الأوراق إبرية عشان ما يتراكمش عليها الجليد. الأوراق ممكن تتحور إلى زهور. الزهور دي عبارة عن أوراق متحورة وملونة لاجتذاب الحشرات عشان وظيفة التكاثر وتلقيح الزهور. وممكن تتحور زي أوراق البصلة. البصل هي عبارة عن ورق متحور لخزن الغذاء. وممكن تتحور إلى خطاطيف في النباتات المتسلقة، زوائد وخطاطيف زي اللي شفنا ده، برضو ورق متحور. والأوراق هي حياة الحيوان كله والحشرات، سواء كان ديدان أو مواشي، كله بيعتمد على الورق. وعشان كده بعض الأوراق تحمي نفسها بالأشواك عشان ما حدش ياكل. ده هياكل هيتعور. واحيانا الورق يحمي نفسه بالشعر. شوف الدودة مش قادرة توصل، الشعر عامل وبرة. واحيانا الورق يبقى مسموم عشان ما حدش ياكل، ده زي بعض انواع السنديان وزي أوراق الأوليندا. ده سام الإنسان، ده لو إنسان مضغه يمرض فورا، يرقد يعني. كل دي نوع من الحماية، حماية النبات لنفسه. في بعض الأوراق ممكن تشعر، زي ورق الست المستحية، إذا لمسته وصل ينطبق على نفسه على طول. وبعدين يرجع يفتح تاني، بيشعر باللمس. جميع الأشكال ممكن تجدها في ورقة النبات، وجميع التحورات اللي ممكن تتصورها. شوفوا هنا الورقة بتتحرك مع الشمس لأنها معتمدة على الشمس. فهنشوف انها بتتحرك، لو عملنا لها لابس فوتوغرافي ولقطناها بطريقة مخصوصة نكتشف انها بتتحرك مع الشمس من الشروق للغروب. وممكن يتحور الورق الى مصايد وفخاخ. هنا ورقة محورة لاصطياد الحشرات، تيجي الدبانة جوه توصل لقي الورقة تتقفل عليه. في مادة سكرية جوه كمان عشان يعني تغري الدبانة، تروح قافلة ما تقدرش تطلع خلاص. ده ورق متحول. مرونة غريبة جدا في مظهر الورقة وشكلها، كل التحورات اللي ممكن تتصورها. وكل الأشكال. وورق الشجر هو حياتنا، لأن الخضار كل ورق نعتمد في مصدر الأملاح والفيتامينات على الأوراق. وهي الظل الجميل،
وهي الخضرة والماء وراحة العين. والأوراق لما يجي الشتاء تبتدي تصفر، ويمر النبات بمرحلة كمون، يتوقف نمو، والأوراق الصفرة اللي تقع تتعفن وتصبح مصدر سماد للأرض. يتعرى الشجر تماما في الخريف، وتتغطى الأرض بالأوراق الميتة. وبعدين يجي الربيع الجميل، فتتفتح البراعم الجديدة، وتعود الخضرة. الورقة ممكن تتحول أيضا إلى شوكة، وهنشوف أنواع الصبار. الأوراق تحورت إلى أشواك، والسيقان إلى براميل تخزن المي. الأشواك دي أوراق متحورة، والساق تحور إلى برميل يخزن المية في الصحاري الجرداء الشديدة الجفاف. ده اللي شايفينه ده الصبار البرميلي، بيوصل إلى عدة أمتار في الطول. كل دي براميل مليانة مية من جوه، عشان لما انقطع المطر مر شهور الجفاف يبتدي النبات يعيش على المخزون في البراميل بتاعته. وفي أنواع من الصبار وتحورات وأشكال، ده صبار قصير مفصص، وفي كروي اللي بيسموه العمة، وفي المسطح اللي بيسموه الكف. وكل ما يخطر على بالك من التشكيلات تجدها في عالم الصبار. الأوراق ممكن تتحور أيضا إلى شعر كده زي اللي شفناه، كل أكن في إصبع نحات أو أزميل نحات بيدينا كل الفرم اللي ممكن تتخيلها. في الواقع الصبار ده متحف لوحده يعني. أحيانا الأشواك تبقى مسطحة وطرية كده زي دي، وأحيانا تبقى مدببة وحامية، وأحيانا تبقى تلمة، وفيه شوك قصير وشوك طويل. جميع التشكيلات اللي ممكن تصورها من الأشواك تجدها في الصبار، وزي ما قلنا كلها أوراق متحورة. ده أوراق تحورت إلى صوف، مادة زي شعر كده زي صوف. شوفوا الأوراق متحورة إلى شعر كده، هبوش كده، شعر أهداب. جميع التشكيلات اللي تخطر على بالك. بيجي المطر، يبتدي الصبار يشرب 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 ويخزن في البراميل بتاعته. وفي موسم المطر يزداد نمو الصبار بمعدلات ممكن الفوتوغرافيا تلقطها، 4 أيام، 6 أيام، 8 أيام، 10 أيام. أحيانا لما يبقى المطر شديد ممكن يجرف حتة من الصبار فتمشي مع التيار، وبعدين تلبد وينمو منها صبار جديد.
أي حتة من الصبار تقع ممكن ينمو منها صبار جديد. وبعدين بنلاحظ هنا ان الصبار بينفش، بيشرب المية وينفش زي سفنجة. شوفوا التجاعيد راحت ازاي بعد 24 ساعة، تلاقيه بنجر كده وبقى نافش ومليان مية. وبعدين يطلع الورد الجميل ويزهر، والحشرات تيجي وتلقح الزهر، وتنمو الثمار حشرات بتلقح الزهر. كل ما يخطر على بالك من تشكيلات الزهرية الثمرة بتستوي، يطلع التين الشوكي الجميل. بيقع على الأرض، يجي المطر، البذور اللي فيه تنبت من جديد، وسدينا نبات صبار جديد. أول ما بيطلع نبات صبار يتهيأ لنا إن هو نبات عادي لأنه فلقتين عاديين يعني، لكن سرعان ما تظهر ورق التحقيق الشخصية وهي الأشواك، ويعلن عن هويته. وأحيانا الثمار لا تجد موسم مطر ويهجم الجفاف فلا ينمو منها أي شيء. يبتدي الصبار يعاني لكن عنده مخزون، فبيبتدي يستهلك المخزون بتاعه. مفيش مطر شهور من الجفاف والحر القاتل. يبتدي الكف يكرمش نتيجة استنفاد المية اللي جوه، يكرمش زي وش العجوز الفاني. شوفوا كرمش ازاي، استهلك كل المية اللي فيه. وتمر شهور المعاناة ويتوقف نمو الصبار. الجذور تحاول تمد عشان تدور على نقطة مية. الفروع يسكن فيها عيلة من الطيور والحيوانات، تحاول تستفيد من الشوك كنوع من الحماية، فتعشش في وسط الشوك زي البومة دي والطيور دي، والأرانب تتضلل في الظل. ويجي الخريف وتطول الليالي ويشتد البرد، ثم يهجم الجليد ويتساقط من أطراف الشوك. ثم يعود الدفء، ومع عودة الدفء تعود الحياة من جديد. وتعود الدورة من جديد. سبحان الله، حتى النبات
ممكن يبقى له سلوكيه واخلاق. كلمه الصبار دي من الصبر، الصبر على العطش، على الجوع، على الحر، على الجفاف، لكن صبر ايجابي مش صبر سلبي، مش مجرد احتمال مكروه زي الصبر بتاعنا، لا، انما بنشوف النبات في حاله قيام مستمر بخطوات ايجابيه، خطوات ايجابيه في خزن الماء في براميل جواه وحمايه المخزون بالشوك والحسك، ثم همه في التكاثر، اي حاجه تقع تطلع نبات جديد، ثم مرونة عجيبة وتشكيلات لا تخطر على البال، ثم ظهور مبتسمة كده في وسط المأساة تطلع تضحك بالرغم من المعاناة. مثال غريب من الصبر، ياريت نتعلم، ياريت نتعلم منه، بالذات احنا في الشرق عندنا الصبر يعني سلبية مطلقة، تصور ان دي جدعانة يعني. الصبر السلبي ده مش هو المطلوب ومش هو اللي ربنا أمر به، لا، إنما المطلوب هو الصبر الإيجابي. وبعدين إيه كمان؟ الصبر مع المرح كده ومع التفاؤل ومع الابتسام، مش بقى الواحد يصبر يقول آه يا عيشة وخلاص، لا، مش يشوح بإيده كده ويسب ويلعن، لا، ما تتحسبش صبر بقى خلاص، إنما الصبر اللي ربنا أمر به هو صبر إيجابي أولا، يعني إن الإنسان لا يكف عن المحاولة وعن الإيجابية وعن البحث عن حلول وعن تخطيط وعن قدح الذهن، استفراغ الوسع ما يخليش يعني. ثانيا هو صبر شاكر مبتسم، ما هوش صبر عمال يسب ويلعن. فده النموذج ده شفناه في نبات، تصور يعني حتى النبات الواحد بيحس انه ممكن يبقى له سلوكي. ياريت نتعلم من نبات، مش عيب ان الواحد يتعلم من النملة او من نحلة او من خنفسة او من نبات، او الحياة كلها كتاب، الحياة كلها كتاب قرآن اخر منشور مفتوح الصفحات قدامنا نقرأ فيه ونتعلم. وبعدين الكون هو لغة ربنا الشفرية اللي بيكلمنا بيه، ربنا سبحانه وتعالى بيتصل بينا بألف وسيلة، بيتصل بينا بطريقة غيبية بإلقاء الفكرة في الروع من غير ما نحس، أو بالنسبة للأنبياء بيبعت لهم الملائكة أو بيكلمهم، لكن بالنسبة لعامة الناس بيكلمهم بشكل غير مباشر من خلال مظاهر الوجود كله، لأن الوجود كله كتابه ولغته وكلماته. بنقول في القرآن إن كلمات ربنا ما تنفدش، لو كانت البحار مداد وأشجار فروع الأشجار أقلام مش هتنفد كلمات الله إطلاق. فإيه كلمات الله؟ كلمات الله سبحانه وتعالى هي مخلوقات. بيقول على المسيح عليه السلام كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فوصف المسيح بأنه الكلمة، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكل شيء في الوجود بكلمة، وكل المخلوقات كلمات، وإحنا نوصف بأننا كلمات، لأن الفرق بين كلامي وكلام ربنا فرق كبير، إن كلامي ما بيتجاوزش الحروف، كلام الله سبحانه وتعالى وحروف الله سبحانه وتعالى مخلوقات توجد، كن فيكون، خلاص. فإذا الوجود كله هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو قرآنه المنشور وآياته المنطوقة من خلال التاريخ كله، وكل واحد بيفهم من هذا الكتاب على قد ما ربنا بيفتح عليه. فالمفروض ان احنا نقرأ ونتعلم من الشجرة ومن النملة ومن النحلة ومن الخنفسة ومن النبات، اللي يحاول هيتعلم كتير وهيعرف كتير.
الملحوظة التانية أو الفايدة التانية اللي ممكن نطلع بيها فعلا من اللي شفناه، المرونة المذهلة للكائن الحي. إزاي ورقة شجر تبقى فيها قدرة على إنها تتحور بالأشكال الغريبة دي؟ مرة تبقى ورقة عادية، مرة تبقى زهرة، مرة تبقى فخ لصيد الحشرات، مرة تتحور إلى شوك أو أهداب أو شعر، مرة تتحول إلى خطاف وزوائد. مرونة غريبة مذهلة، وهذه المرونة كانت نتيجتها إن الورقة اكتسبت مجموعة وظائف ملهاش حدود. ثم هي بعد ذلك بهجة للعين، ثم تاريخيا ذات صباح ورقة ظريفة من هذه الأوراق النباتية أو خلية ظريفة من الخلايا النباتية اخترعت قنبلة قوتها 10 مليون 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 جرام كالوري، أو زي ما قلنا 100 مليون قنبلة ذرية. فايدة ثالثة الحقيقة برضو نطلع بيها من اللي شفناه، هي التكامل في العائلة الحية. العائلة الحية بتكمل بعضها بشكل غريب. نبص نلاقي النباتات تاخد ثاني أكسيد كربون وتطلع أكسجين، فيجي الحيوان ياخد أكسجين ويطلع ثاني أكسيد كربون، فإذا نكملوا بعض. ثاني أكسيد كربون اللي أنا مش عايزه النبات عاوزه، والأكسجين اللي النبات مستغني عنه أنا عايزه، كملنا بعض. الفضلات بتاعتي بتبقى سماد بالنسبة للنبات. وبعدين توصل لقي في الخريف لما الأوراق تموت وتصفر وتقع تتحول إلى سماد تاني للشجر. توصل لقي الحشرات تروح للزهور تاخد رحيق، وفي نفس الوقت الزهور تستفيد منها التلقيح، بيتبادلوا مصالح. الزهرة تدي للحشرة عسل، والحشرة تديها تكامل في الوظيفة اللي هي تلقيح. تداخل غريب جدا في العيلة الحية، متداخلة تداخل غريب. وبعدين احنا شفنا مثال بنقول لولا الحلقة الصغيرة دي بتاعت الكلوروفيل اللي ظهرت ذات يوم منذ 3000 مليون سنة، لولا الحلقة دي، حلقة الكلوروفيل، كان وقعت العيلة الحية كلها. لأن الحلقة دي ترتب عليها حلقة تانية، النبات تنفس وطلع أكسجين، جات الخلية الحيوانية لهفت الأكسجين حرقت بيه السكر وطلع حاجة اسمها تنفس حيواني. وبعدين ظهر الإنسان على رأس المملكة، ابتدى يحرق في فرنه الخاص، يحرق إيه؟ ما حاجات عملها النبات برضه، سواء كان خشب أو فحم أو إلى آخره. ثم هو ما كانش ممكن يجي اصلا لولا انه في جو في اكسجين يتنفس ويعيش بيه، فحلقات عماله تكمل بعضها البعض. وبالطريقه دي امكن ان تستمر الحياه وان يكون لها هذا التاريخ الغريب 3000 مليون سنه بفضل ايه؟ التكامل. ده برضو درس ناخده في العيله بتاعتنا. اذا تكاملت العيله هتعيش، اذا العيله البشريه تكاملت هتعيش، سواء كان العيله العربيه أو العيلة بوجه عام، عيلة الإنسان. فياريت الإنسان يتعلم، ياريت. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.